بينما تتسارع الأحداث في المنطقة العربية ويتابع العالم انتخابات الرئاسة الأمريكية الآن بترقب واهتمام لما لها من أهمية وتأثير في الكثير من الملفات الشائكة في الشرق الأوسط. إذن ملفات عديدة تدخل في نطاق الاهتمام مثل الحرب في غزة ولبنان والحرب في أوكرانيا، ولكن الناخب الأمريكي كيف يفكر؟ وما الذي يهمه ويريده من رئيسه القادم رغم كل هذه القضايا المطروحة على الساحة العالمية؟ تحية طيبة، وهذه الساعات القليلة التي تفصلنا عن الإجابة: من هو ساكن البيت الأبيض الجديد؟